تضافرت الأذواق حتى تحقق
المسجد باصولا يمثل أقوى معنى لارتباط المجتمع ببيئته، فمن نفس البيئة استخدمت المواد لبنائه وبسواعد أبنائه وأموالهم تم البناء. جعلت لي الدنيا
المسجد الأحمر في بنغلاديش تبلغ مساحتها 3218 مترا مربعا ويتسع لحوالي 1000 مصلي. لون المسجد الأحمر يقف في تناقض بصري مع ما حوله، وهذا يجعل منه كيانا معماريا يسهل تمييزه عند المرور بالقرب منه. تميز التصميم المعماري بالبساطة والشفافية، يتجلى ذلك في عدم احتوائه على أي جدران بما في ذلك جدار القبلة. يعيد هذا التصميم الجريء للأذهان الغرض من مكان الصلاة في الإسلام الذي لا يشترط حواجزا لأماكن العبادة، ويعتبر أن الأرض كلها مسجد. أصبح مركزاً اجتماعياً مهماً لا يقتصر على العبادة فقط.